من جان ومتهم بالتحرش إلى شخص مشهور يتصور معه مواطنون وكأنه نجم، قصة لن يصدقها أي شخص، ولكنها للأسف حدثت مع المتهم بالتحرش في التجمع عقب إعلان الصحف والمواقع الإخبارية خبراً يتضمن اشتراك متحرش التجمع في إعلان لشركة شهيرة بالإضافة إلى تعاقد إحدى شركات الإنتاج معه لعمل فني، انهالت ردود الأفعال بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهم من الفنانين والمنتجين معبرين عن سخريتهم وغضبهم من هذا الأمر. وتناول نشطاء تويتر الموضوع بشكل ساخر حتى وصل هاشتاج متحرش التجمع ضمن الموضوعات الأكثر تداولاً على المواقع بعد أن أصبح المتهم بالتحرش بطلاً في التلفزيونات وحديث الناس عنه بالساعات. الشاب محمود المتهم بالتحرش في التجمع كما أطلقت عليه السوشيال ميديا يواصل حياته بشكل طبيعي وأكثر من طبيعي بعدما انتشرت له صور من الجونة بصحبة فتيات قالوا عنها معجبات، بل ولم يقف الأمر عند ذلك بل قام بعمل محاكاة مع فتاة أجنبية وعرض عليها أن تشرب قهوة معه وكأنه أمر عادي ليبرر به ما فعله في السابق. يا جماعة أنا هروح أسأل حد دلوقتي يشرب معايا قهوة ولا لا. يلا بينا. Excuse me. Can I ask you for a ticket coffee with me? Okay. كانت مجرد وقعة تحرش تم توثيقها بالفيديو قبل أن تتحول إلى جدل دائر على السوشيال ميديا حول نوع التوصيف ومدى جرم الفعل، هل هو نوع من التحرش أم لا؟ من التي اشتهرت بفتاة التجمع لم تقف صامتة أمام سيل الهجوم الذي لحق بها واضطرت للخروج من خلال فيديو مصور على الفيسبوك لتحكي تفاصيل ما قبل التصوير. وبنات اللي شايفة ان في مش مستاهلة اللي انت تصوري في... لا مستاهلة، احنا كلنا بنتعرض للكلام ده كل يوم، كلنا بنتعاكس. يعني هو ايه ده؟ احنا وصلنا مرحلة ان هو ده بقى طبيعي واحنا بنتأقلم على ده؟ والولاد هو في ايه؟ عمل ايه يعني علشان يطلب كافي؟ عمل ايه؟ مش معنى اللي انتوا بتعملوا كل يوم ده وبتتحرشوا وبتشتموا وبتعكسوا ان ان هو ده بقى عادي وطبيعي ان اي حد يتكلم اي حد ويشرب معاه كافي في ايه؟ في بجد. وبين نيتي منا لتصعيد الأمر واتجاه محمود إلى التسخيف منه لا زالت الأيام باقية لتكشف عن تطورات جديدة في الحادثة التي فتحت نافذة جديدة لتوصيف قضايا التحرش في مصر. لخصنا لكم الجدل اللي حدث بعد القضية وقلنا لأنه الجدل ما زال منتشرا بشكل كبير، والنهاردة حتى المجلس القومي للمرأة أعلن تضامنه مع الفتاة مع منة. ليه؟ لأنه وجد أن في حملة شديدة جدا خلال الأيام القليلة الماضية عليها. طيب خلونا نناقش القضية ونشوف إيه اللي حصل.